السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاشتراك في قناة يوتيوب رافضي ولعن عمر بن الخطاب، وفعل جرس الإشعارات ولعن عائشة بنت أبي بكر. أبو حسن من الأحساء يسأل إن هل إن الإمام المهدي عندما عليه السلام عندما يخرج ويقتل الشيطان سيغلق باب التوبة؟ هنالك تأمل في هذا الأمر، ولعله بينه بعض المحققين أيضا، لأنه هنالك يعني نظرية تقول أنه حتى إن قتل الشيطان لعنه الله فإنه بقية الدواعي للوقوع في المعصية موجودة، ومنها النفس الأمارة بالسوء مثلا على سبيل المثال. يعني ليس كل ذنب راجع إلى تسويل من الشيطان بالضرورة، هذا تذكرون بيناه أيضا في الملفات الإبليسية، ليس كل ذنب هكذا. فإبليس هو واحد من تلك الموجبات أو من تلك الدوافع التي يمكن أن تدفع الإنسان للوقوع في المعصية. ما زالت النفس الأمارة بالسوء على حالها، ما زال الهوى على حاله، ما زالت الشهوة الحرام مثلا، الدنيا، شيء يقول الشاعر يقول نفسي وشيطاني ودنيا والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي، هكذا. فإحنا نقول من هذول الأربعة واحد راح، تبقى ثلاثة مثلا. نعم البعض يقول أن الإمام عليه السلام لأنه بيده الشريفة يمسح على رؤوس الناس فتكمل عقولهم أو أحلامهم، فيقولون هذه كناية عن أنه بعد خلاص تعتدل نفسه وتصير من النفس المطمئنة التي تتوازن، وبالتالي لا يكون لديها أمر بالسوء، أمارة بالسوء. ما يكون المؤمنين المهتزين لو لعامة الناس، عامة من يؤمنون به، من يؤمنون به لكن هم الذين يتسيدون الأرض بالنتيجة. المهم بشكل عام الذي نحن نميل إليه أنه لا، باب التوبة يبقى مفتوحا. باب التوبة يبقى مفتوحا. نعم ورد في بعض الآثار ما ظاهره أنه كأنه يغلق هذا الباب، لكن من خلال النظر في آثار أخرى وقواعد وأصول أخرى نعرف أنه لا، باب التوبة مفتوح إلى أن يرفع الله الحجة. إذا رفعت الحجة فحينئذ بعد خلص، وإذا رفعت الحجة ساخت الأرض بأهلها، هذه تبدأ مراحل القيامة، بعد مرحلة القيامة فلا بعد عمل، وإنما حساب ولا عمل. ما دام هنالك عمل فباب التوبة مفتوح. أضف إلى ذلك مسألة مهمة، أنه إخواني التوبة لا تكون فقط من الذنب. تلتفتوا ترى هنالك خطأ شائع عند بعض الناس أنه يقول التوبة أنا ما سويت ذنب حتى أتوب. هو مو هذا، التوبة قد تكون من المكروه والمكروه ليس ذنبا، والتوبة أحيانا تكون حتى من المباح. جاء في الحديث الشريف كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستغفر ربه في كل يوم 70 مرة بغير ذنب. ما عنده ذنب النبي صلى الله عليه وآله، ليش يكرر هذا الاستغفار والتوبة، أستغفر الله ربي وأتوب إليه؟ أولا لأن الاستغفار والتوبة هما بذاتهما عبادة راجحة، هما بذاتهما، سواء واحد مسوي ذنب أو ما مسوي، زين يقول إلهي أتوب إليك، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، هو هذا الله يحبه، لأنه حقيقة التوبة الرجوع، تاب أي آبه، رجع، عرفتوا؟ يعني أرجع إليك يا رب، هذا بذاته عبادة راجحة مستحبة مطلوبة. ثانيا كان المعصومون عليهم السلام يستغفرون الله حتى من الشؤون الدنيوية التي لا بد منها، يعني مثلا المعصوم يأكل، ما يأكل؟ يأكل، هو يتحسر عليه السلام أنه لما أنا آكل لا مثلا أعبد في هذه اللحظة، فيستغفرون تاليا من هذا الوقت الذي قضوه حتى في الأكل، مع أنه بين اللقمة واللقمة لا يتركونها، كانت إلا بالتسبيح والذكر والبسملة إلى ما هنالك. يعني أصلا حتى واحد راد شو اسمه
يشذب شارب أمير المؤمنين عليه السلام ما قدر، لأنه أمير هاي يكرر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، يقول ما أقدر ما أقدر يعني أشذب الشارب مثلا. فلذلك المؤمن كلما اقترب، احنا ما نوصل مستوى المعصومين عليهم السلام، ولكن كلما المؤمن اقترب نحوهم أكثر صلوات الله عليهم وصار أكثر التزاما بدينه، كلما استشعر حقيقة أنه يعني حقيقة تصيبك، أحيانا تصيبك حالة من الحزن أنه أنا ليش اضطررت هذا اليوم لازم أروح أسوي هالمعاملة وضيعت من عمري هاي الساعة، لا بد منها معاملة حياتية مهمة لا بد منها، وأنا مثلا هذا الوقت كان ممكن أقضي بالعبادة أو في التبليغ أو في العمل أو في الجهاد أو في أي كان من هذه الأبواب، فيبدأ يستغفر الله على ما لم يكن منه ذنب، عرفتوا؟ فالتوبة بذاتها إذن بابها مفتوح، حتى إن افترضنا أن هؤلاء كملت عقولهم في زمان المهدي أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف وقرب ظهوره، فحتى إن افترضنا أنه كملت عقولهم ونفوسهم وقتل شيطانهم كذلك، انزين، وخلي نفرض حتى النفس الأمارة ماكو، وخلي نفرض الهوى هم أزيل من قلوبهم، كل شيء أزيل، هو التوبة هم مفتوحة، توبة مفتوحة قد يتوب من المكروهات أو حتى من المباحات، فإذا باب التوبة على التحقيق يكون مفتوحا إلى يوم القيامة.